لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. هنتكلم في فيديو النهاردة عن الفنانة نرمين الفقي، وهنعرف معلومات ما كناش نعرفها عنها، ومين هو السر العربي اللي قال إنها سرقت منه 20 مليون جنيه والفيلا اللي قاعدة فيها، وكمان الخادمة بتاعتها واللي عملته في بيت الفنانة نرمين الفقي. تابعوا معانا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا كل الحكاية. في البداية كده يا جماعة، شخص سعودي اتهم الفنانة نرمين الفقي بأنها نصبت عليه في مبلغ 20 مليون جنيه، ورفع دعوة اتهم فيها نرمين الفقي بأنها نصبت عليه وأخدت منه فيلا ومبلغ 20 مليون جنيه مقابل انها وعدته بالجواز منها، لكنها لم تفي بوعدها زي ما قال في الدعوة اللي اقامها ضدها. والراجل ده يا جماعة قدم صورة من التحويلات المقدمة منه للفنانة نرمين الفقي، قدم كل حاجة للمحكمة، وقررت المحكمة انها تحجز القضية، وطلب محامي المدعي بمعاقبة الفنانة بنص المادة 336 من قانون العقوبات اللي بتنص على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات أو متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بوجود ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سندين غير صحيح أو سند مخالصة. لكن يا جماعة، وأخيرا حكمت المحكمة ببراءة الفنانة نرمين الفقي من كل التهم المنسوبة إليها، وأثبتت المحكمة إن نرمين الفقي لم تقم بالنصب على الشخص السعودي اللي اتهمها بأنها نصبت عليه في 20 مليون جنيه وفيلا اللي بتقيم فيها والفيلا اللي قاعدة فيها. كمان يا جماعة، خادمة الفنانة نرمين الفقي بعد ما أحسنت إليها خانتها وعملت حاجة لا تصدق في منزلها. مش هتصدقوا عملت إيه. خادمة الفنانة نرمين الفقي اتعاقبت بالحبس 5 سنين بسبب اللي عملته في بيت الفنانة نرمين الفقي. الخادمة يا جماعة افتعلت حريقة قدام شقة الفنانة نرمين الفقي، وبالتحديد غرفة نومها. القضية دي بتعود لشهر اكتوبر سنة 2010، لكن نرمين الفقي اتقدمت ببلاغ لرئيس المباحث بتاع شرطة النزهة لانها اكتشفت ان المجوهرات الذهبية بتاعتها اتسرقت، ومبالغ مالية اتسرقت من داخل خزنتها، واتهمت الفنانة خادمتها شيرين بانها وراء السرقة دي. ومن خلال التحريات توصلت النيابة والشرطة الى ان الخادمة استغلت الوقت اللي كانت موجودة فيه في البيت لوحدها، وافتعلت حريقة قدام باب غرفة النوم علشان تقدر تفتح باب الغرفة، وبعد كده كسرت الخزنة واستولت على مصوغات ذهبية عبارة عن 3 خواتم وحلق ألماز وطقم ذهب وعدد من الساعات الذهبية والإكسسوارات الذهبية، إضافة إلى سرقة 36,000 جنيه و$3,000 و150 يورو. وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم الجندي وعضوية المستشارين منصور علي موسى وشريف عبد النبي وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي البيومي ومجدي شكري. أما من ناحية تانية، هنقول لكم بعض المعلومات عن الفنانة نرمين الفقي اللي اتولدت في 21 يونيو 1972، يعني عمرها دلوقتي 52 سنة، وبرجها الفلكي هو برج الجوزاء. اتولدت نرمين في محافظة الإسكندرية في مصر، وتلقت تعليمها في مدرسة فيكتوريا كوليدج
بالإسكندرية، واللي بتعد من أقدم المدارس في الإسكندرية. وبعد كده حصلت على بكالوريوس تجارة جامعة الإسكندرية، وقضت نرمين حياتها مع والدتها بسبب انفصال أبيها عن أمها، وكانت والدتها تهتم بها وترعاها، وظلت خلال مسيرتها الفنية تلفت أنظار الجميع بسبب جمالها الطبيعي، وأصبحت أيقونة للجمال والرقي والأناقة في العالم العربي ليس في مصر فقط، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات. فنالت جائزة التميز وجائزة أفضل ممثلة، وذلك عن دورها في مسلسل الليل وآخره. نرمين الفقي كانت مخطوبة لشخص ما، ولكن لم يتم الزواج ولم تتزوج حتى الآن. بدأت حياتها الفنية في مطلع التسعينات عن طريق مشاركتها في العديد من الإعلانات، بعد ما اكتشفها المخرج طلعت يوحنا، واللي شافها في مرة من المرات على أحد شواطئ الإسكندرية، فطلب منها إنها تشارك معاه في إعلان لا تخسر ولا تستخسر، وكان إعلان أدوات بتحتاجها المرأة في المطبخ. وبعد كده شاركت في إعلانات مختلفة، وبقت من أشهر مقدمي الإعلانات في بداية التسعينات، وسارت بعدها على طريق النجومية، فعملت كموديل في بعض الأغاني التي تم تصويرها، منها قولي للفنان محمد فؤاد، واتمنيت مع المطرب أحمد الحجار، لكنها لم تشترك في كليبات كثيرة. وبعد كده دخلت مجال التمثيل من خلال المسرح سنة 1995، وبعد كده شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية زي حياة الجهري وطريق السراب ولؤلؤ وظل راجل وشارع 9 والنمر، وبيبلغ رصيدها الفني أكثر من 80 عمل فني في مختلف المجالات. على الرغم من جمال الفنانة نرمين الفقي، لكنها لم تتزوج حتى الآن. وعن سؤالها عن سبب ذلك، قالت إن سبب عدم زواجها إن الأشخاص اللي بيتقدموا لها مش مناسبين ليها، وأحيانا بتكون هي معجبة بشخص ما لكن الشخص ده مش بيكون معجب بيها، وأحيانا بتكون في علاقة حب مع شخص لكن العلاقة لا تنجح ولا يحدث زواج. ووضحت الفنانة نرمين الفقي بعض الصفات اللي بتتمنى تكون موجودة في زوجها المستقبلي. بتتمنى يكون شخص محترم وله مكانة اجتماعية مرموقة، وأن يكون رجلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأن يثق بها، وشخص واثق من نفسه، وألا يعترض على استمرار وجودها في الفن، وهي لا ترغب في أن يكون زوجها من الوسط الفني. كمان حابة أن يكون فتى أحلامها شبه خالها في صفاته الشخصية، لأن خالها بيتعامل مع المرأة زي ما تكون صديقته، وبيشجعها طوال الوقت، وبيزيد من ثقة المرأة بنفسها. وقالت عنه إنه رجل بمعنى الكلمة، وأنها لم تقابل يوما رجل تتوافر فيه كل هذه الصفات. وانتشرت بعض الشائعات اللي بتفيد بزواج الفنانة نرمين الفقي من الفنان كمال أبو ريا، لكن ردت نرمين ورد كمال أبو ريا بنفسه، وقال إن الكلام ده مش صحيح، وإنهم مجرد أصدقاء، وإن بينهم صداقة منذ سنوات كثيرة، وإنها عملت معاه في أكتر من عمل فني، وقريبين من بعضهم في السكن المنزلي في مدينة الشيخ زايد. وقالت نرمين إنها في بعض الأوقات لما بتحصل أعطال في الفيلا بتاعتها وبتكون محتاجة صيانة، بتكلم الفنان كمال أبو ريا علشان يكون واقف معاها، لأنه بيعتبر أقرب إنسان ليها ومن أقاربها في العائلة، وإن لما الناس شافته وهو بيدخل ويخرج من الفيلا نشروا هذه الشائعة، والفنان كمال أبو ريا نفى بنفسه هذه الشائعة. كمان كشفت الفنانة نرمين عن مواصفات الزوج المناسب ليها، وقالت الرجل الصح مع الست الصح بيحليها وبيصغرها وبيخلي نفسيتها مرتاحة، لأنه من الصعب الست تعيش ست وراجل في نفس الوقت، وأنا للأسف بعيش ست وراجل، بعمل كل حاجة وبتدخل في كل حاجة، ودي حاجة مرهقة جدا، عمري ما قفلت قلبي، وكل واحدة فينا عندها الأمومة والأنوثة، لكن لما يجي ابن الحلال
اللي يقدر يخليها تقدم على الزواج، لأن الواحدة لما تشتغل وتنجح بتكون عاوزة راجل قوي وجامد تتسند عليه علشان تخلع رداء الرجولة ولا تبقى سوى امرأة. بيجيلي عرسان لكن مش كل يوم بنزل وبخرج وبمشي وبدي نفس الفرصة اني اقابل اشخاص، وفي الاخر ده رزق هيجي باذن الله، يكون متعلم ومثقف وابن اصول واهله مربيينه صح ومتدين مش مجرد كلمة، علشان يقدر يحافظ عليا ومش متدلع ولا صليط اللسان. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، شكرا ليكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو الجاي والسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.